لماذا يستهتر البعض بدور الكمامة الواقية ووضعها بشكل سليم في ظل سياق عام يتسم بزحف الفيروس بشكل يدعو للقلق، خاصة بالعاصمة الاقتصادية التي تسجل أكبر عدد من المصابين؟ تنق شوية ضروري كدور هنايا كدور هنا طيباتني في البلاصة هذه والله واحنا صابرين اش غدير. البعض لا يبالي بخطورة ما يقوم به من سلوكات غير مسؤولة، خاصة في الأماكن المغلقة مثل فضاءات النقل العمومي حيث ينتشر الوباء بشكل سريع، فكيف يتم وضع الكمامة؟ نفم النيف الفم باش ما تعاديش، والنيف حتى هو باش ما تعاديش. هذا الشيء اللي كاين لان كنحميل، ربما انا نعطاس، ربما انا نتفوه، ربما انا تخرج مني شي حاجه، شي دفله او شي حاجه، يعني كنبروتيجي هذاك الانسان اللي هو قدامي. إذا كان الشارع العام هو ملك للجميع، فإن سلوكات البعض قد تعرض حياة الآخرين للخطر نتيجة عدم ارتداء الكمامة أو وضعها بشكل غير سليم. هو كيبقى واقي للناس اللي محيطين بينا وحتى لينا حنايا، باش من كتحافظ على الصحة والسلامة ديالك وديال المواطنين. مزيان ولكن هو كيخنق، يعني الإنسان ملي كيكون في حالة زحام خصو يديرو يكون بوحدو ماشي مشكل، يهبطو على نيفو شوية يتنفس. كل مواطن يجد لنفسه مبررا للتخلص من الوظيفة الأساسية للكمامة والمتمثلة في حمايته وحماية الآخرين من انتقال العدوى. في فضاءات عمومية من المفترض أن نتعاطى معها بجدية وحزم في ظل تساقط الضحايا يوما بعد يوم مثل أوراق الخريف.